السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا، نرحب فيكم في حلقة جديدة من مساء الإمارات. تجمعنا وياكم وأول أسبوع إن شاء الله بداية تكون جميلة مع مساء الإمارات، مليئة بالنشاط والحيوية. أكيد طبعا، لأن اليوم أنا رايحة الجيم وتعبانة فلازم هاي تقولها. ولو داري أرجع ورحب فيكم مشاهدينا ومستمرين معكم في فقراتنا المتنوعة. روحتني خلاص، راحت الجيم روحتني أنا برا. خلنا نروح معكم إلى أهم عناوين إلى حلقة اليوم. الإنجازات عظيمة والحفاظ عليها مسؤولية أعظم. مسابقة المهارات العالمية تحتفي بالمهارات المهنية في الإمارات، ورحلة عبر عاداتنا تعرف الجمهور بالتقاليد الإماراتية. مشاهدينا، أجمل ما أجمل ما أجمل أنك أنت يعني تستقبل بداية الأسبوع بابتسامة وفرحة وبروحة مريحة، يعني خصوصا على الهواء، يعني إيجابية تكون موجودة. شريت عصفور شو مال الإيجابية مال يوم الخميس. يعطيك العافية مشاهدينا، هذه كانت أهم العناوين. ناخذكم إلى نشرة الأخبار وزميل أمين مصبح. مشاهدينا الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير وأهلا بكم في نشرة إخبارية نقدمها لكم عبر شاشة قناة الظفرة لهذا اليوم. أهلا بكم. تنفيذا لتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، ومتابعة من سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، تقدم الهيئة مساعدات إنسانية عاجلة للمتضررين من إعصار ماريا الذي ضرب مؤخرا جزيرة بورتوريكو في أمريكا الشمالية وأدى إلى مقتل العشرات وأحدث دمارا كبيرا بالجزيرة. وأكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان أن توجيهات صاحب السمو رئيس الدولة حفظه الله إنما تجسد متانة العلاقات المتميزة بين البلدين، وتأتي تضامنا مع بورتوريكو جراء الأوضاع الإنسانية للمتأثرين، كما تؤكد حرص سموه على الحد من تداعيات كارثة الإعصار على حياة السكان المتضررين هناك. وكانت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي قد تلقت نداءات إغاثة من شركائها في المنظمات الإنسانية الدولية للمساهمة في جهود الإغاثة الجارية في الجزيرة. ويذكر أن ماريا يعتبر أسوأ إعصار يضرب بورتوريكو منذ العام 1928، وأدت سرعة الرياح التي وصلت إلى 250 كيلومترا في الساعة إلى تدمير كبير في البنية التحتية، كما نتج عن الإعصار فيضانات جارفة. برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، اعتمد مجلس الوزراء استراتيجية الاتصال الحكومي للأعوام 2017-2021، والتي تضمنت مجموعة من الأهداف الاستراتيجية والأولويات الوطنية لتعزيز صورة دولة الإمارات وتطوير نظام متكامل للاتصال الحكومي في الجهات الاتحادية. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم في قصر الرئاسة في العاصمة أبو ظبي بحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، حيث تم اعتماد استراتيجية الاتصال الحكومي لعام 2021-2071 وتكليف مكتب الاتصال الحكومي في الأمانة العامة بمجلس الوزراء في وزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل بمتابعة تنفيذها وتقييمها وكذلك التنسيق لمبادراتها. هذا وأكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم أن التطورات العالمية حولنا متغيرة ومتسارعة، والتركيز على القضايا والأولويات التي تهم الناس تتغير أيضا في عالم متسارع، ما يتطلب منا تواصلا ومرونة أكبر في التعاطي معها والتواصل مع الجماهير المعنية بشكل أكثر فاعلية من جانب آخر. تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر الرئاسة بالعاصمة أبو ظبي قبل ظهر اليوم، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة. تسلم أوراق اعتماد عدد من سفراء الدول الشقيقة والصديقة الجدد لدى الدولة. وقد رحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس
مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله بالسفراء الجدد في بلدهم الثاني، مؤكدا سموه أمام ممثلي الدول الشقيقة والصديقة من السفراء أنهم في بلدهم الثاني وبين ذويهم، ودعاهم لأن يشعروا وعائلاتهم بالاطمئنان والاستقرار والسعادة في مجتمع دولة الإمارات المتناغم ثقافيا واجتماعيا ودينيا دون أي فوارق أو تمييز، لأن جميع أفراد وشرائح مجتمعنا يعيشون في أجواء آمنة وبيئة حاضنة تسودها المحبة والتسامح والمساواة. وأمام صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وبحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أدى سعادة فهد سعيد محمد الرقباني اليمين القانونية في قصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي صباح اليوم كسفير للدولة معين في كندا، وأقسم الرقباني بالله العظيم بأن يكون مخلصا لدولة الإمارات ورئيسها وأن يحترم دستورها وقوانينها ويضع مصلحة الدولة فوق كل اعتبار وأن يؤدي عمله بكل أمانة وإخلاص ويحافظ على أسرار الدولة. هذا وتمنى صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله للسفير فهد رقباني النجاح والتوفيق في مهمته، ووجهه بأن يكون على قدر المسؤولية والأمانة التي يحملها وأن يعمل بجدية من أجل مصلحة وطنه وبناء علاقات طيبة مع المسؤولين والجهات المعنية في كندا لحماية مصالح دولتنا وشعبنا في هذا البلد الصديق. وشدد سموه في توجيهاته على ضرورة الاهتمام بمواطني الدولة في الخارج من قبل سفاراتنا المنتشرة في معظم دول العالم ومد يد المساعدة والعون لكل من يطلبها أو يطلبها أو يحتاج لها، سواء من الطلبة الدارسين أو المرضى أو السياح أو المستثمرين أو رجال الأعمال الإماراتيين في أماكن تواجدهم. حضر مراسم أداء اليمين معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة وأصحاب المعالي الوزراء وعدد من مسؤولي وزارة الخارجية والتعاون الدولي. قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة واجب العزاء إلى جمعة محمد عصيان المنصوري وإخوانه في وفاة والدهم، وأعرب سموه خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة المرخانية بمدينة العين عن خالص تعازيه ومواساته إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء إلى جانب سموه سعادة محمد مبارك المزروعي وكيل ديوان ولي عهد أبو ظبي. قدم صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة قدم واجب العزاء في وفاة المقفول لها بإذن الله مريم بنت سهيل زوجة معضد بن علي بن هويدن الكتبي. وأعرب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة خلال زيارة مجلس العزاء في منطقة الديد في إمارة الشارقة عن صالق عزائه ومواساته إلى معضد بن علي بن هويدن الكتبي وإلى ذوي الفقيدة، سائلا المولى العلي القدير أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته وأن يسكنها فسيح جنانه وأن يلهم أهلها الصبر والسلوان. رافق سموه في تقديم واجب العزاء سعادة عبد العزيز عبد الله الزعابي النائب الثاني لرئيس المجلس الوطني الاتحادي، وسعادة صالح أحمد الشال مستشار صاحب السمو حاكم رأس الخيمة. ولا إمارة الشارقة، حيث شهد سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة اليوم انطلاق فعاليات المؤتمر الخامس للموارد البشرية وسوق العمل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وذلك تحت شعار رأس المال البشري الخليجي ثروة واعدة. ويسلط المؤتمر الذي تنظمه غرفة تجارة وصناعة الشارقة على مدى يومين في مركز إكسبو الشارقة يسلط الضوء على واقع الموارد البشرية في دول مجلس التعاون ووضع حلول وآليات من شأنها الإسهام في تقليل نسب البطالة والاستثمار في العنصر البشري. كما شهد سموه والحضور فيلما قصيرا حول واقع الموارد البشرية في دولة الإمارات ودول الخليج العربية والجهود المبذولة لتطوير هذه الثروة الواعدة ودور المؤتمر في هذا الإطار. كما كرم سموه الخبراء المتحدثين في المؤتمر والرعاة بالإضافة إلى الجهات الداعمة، وتسلم سموه بهذه المناسبة لوحة تذكارية مقدمة من غرفة الشارقة عرفانا وتقديرا لرعايته وحضوره فعاليات المؤتمر.
استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة في مكتبه صباح اليوم النقيب المهندس عبد الله السويدي الذي هنأه سموه للحصول على براءة اختراع نظام مراقبة المواقف الذكية من قبل مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية. واستمع سموه خلال اللقاء لشرح موجز عن مضمون الاختراع وأهدافه في خدمة المجتمع، فيما حث سموه المهندس السويدي على بذل مزيد من الجهد لمواصلة التفوق والابتكار والإبداع. حضر اللقاء سالم الزحمي مدير مكتب ولي عهد الفجيرة. كما استقبل سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة اليوم في مكتبه بالديوان الأميري فريق الفجيرة للبولينج برئاسة اللاعب ياسر المعمري مدير الفريق وعضوية لاعبي منتخب الإمارات والفجيرة شاكر علي وحسن السويدي، وذلك بمناسبة فوزهم بالمركز الثاني والثالث في بطولة دبي الدولية المفتوحة للبولينج. وهنأ سموه اللاعبين بإنجازهم في البطولة مشيدا بالمستوى المتميز الذي ظهروا به والذي استحقوا عليه المراتب الأولى فيها، وحث سموه اللاعبين على المزيد من التدريب المتواصل للحفاظ على هذا النجاح وخوض منافساتهم المقبلة بأعلى درجات المثابرة والالتزام لتحقيق المزيد من الإنجازات باسم دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الفجيرة. وفي ختام اللقاء تقبل سموه درعا تذكاريا من اتحاد الإمارات للبولينج قدمه الكابتن أو كابتن المنتخب الإماراتي للبولينج شاكر علي، وذلك تقديرا لدعم سموه للقطاع الرياضي ورياضة البولينج وتوجيهاته السديدة التي ساهمت في تحقيق الانتصارات ونيل المراتب الأولى في المنافسات العربية والدولية. وبدورهم شكر اللاعبون سمو ولي عهد الفجيرة على استقباله مثمنين الدعم والتوجيهات السامية من قبل سموه. حضر اللقاء سعادة سالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي العهد. قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قال إن توحيد الهوية المؤسسية لشركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك ومجموعة شركاتها خطوة مهمة في تعزيز قيمة ودور المؤسسة في مسيرة التنمية. وأضاف سموه واثقون باستمرار جهود فريق عمل أدنوك لضمان الاستثمار الأمثل لموارد النفط والغاز وتنويع مصادر الطاقة والموارد وترسيخ مكانة الإمارات في قطاع الطاقة. واعتبر سموه أن المستقبل يحمل الكثير من التطورات الإيجابية لقطاع الطاقة في دولة الإمارات التي تخطو بثقة نحو تنويع مواردها والاستثمار في الطاقة النظيفة، وأدنوك هي حجر الأساس في هذه العملية. وكانت شركة أدنوك قد أعلنت اليوم عن توحيد الهوية المؤسسية لمجموعة شركاتها العاملة في قطاع النفط والغاز والطاقة ضمن رؤية واحدة ليجسد ذلك أكبر عملية توحيد لهوية أكبر مؤسسة وطنية في دولة الإمارات. اعتمد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير الثقافة وتنمية المعرفة خطة عمل قافلة زايد الخير التي تطلقها الوزارة بمدينة العين وتضم أكثر من 140 فعالية عبر 90 جناحا بمشاركة أكثر من 80 جهة محلية واتحادية وخاصة. وأكد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان أن إطلاق قافلة تحمل اسم زايد الخير إنما هو تأكيد على فخرنا بأن نكون جميعا على نهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. وأوضح معالي وزير الثقافة وتنمية المعرفة أوضح أن قافلة زايد الخير ترتكز على إبراز الوجه المشرق لدولة الإمارات، كما تعمل على تعزيز دور المسؤولية المجتمعية لدى الجميع. وأكد أن هذه القافلة تتفرد وتتشرف بأن تحمل اسم الوالد المؤسس، حيث حشدت لها الوزارة أيضا ومن خلال شركائها العديد من الأنشطة الثقافية والمجتمعية، إضافة للفحوصات الطبية ومسرحيات وفعاليات تراثية، بالإضافة إلى الأهازيج الشعبية والأمسيات الشعرية والمسابقات الثقافية ودورات تدريبية للشباب واكتشاف الموهوبين والمبدعين، بالإضافة إلى تشجيع الأسر المنتجة وتزويد المدارس بالكتب والعديد من الفعاليات الترفيهية من جانب الأطفال.
حضر معالي الشيخ سعيد بن طحنون النهيان حفل العرس الجماعي السابع لأبناء قبيلة الشامسي في قاعة زاخر للأفراح في مدينة العين، وذلك بمناسبة زفاف 92 شابا وفتاة. حضر الحفل الشيخ محمد بن علي بن رحمة الشامسي عضو المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي، وخالد بن محمد بن رحمة الشامسي رئيس اللجنة المنظمة للعرس الجماعي، وحمد سعيد بن رغش الشامسي رئيس اللجنة الإعلامية، وعدد من الشيوخ ووجهاء القبائل وكبار الشخصيات والمسؤولين وضباط القوات المسلحة والشرطة وضيوف من دول مجلس التعاون الخليجي وحشد كبير من المدعوين وأهل وذوي العرسان والمهنئين. هذا وتضمن الحفل عروضا فنية شعبية من وحي التراث الإماراتي، إلى جانب العديد من القصائد الشعرية التي عبرت عن الولاء والوفاء لهذا الوطن المعطاء وقيادته الرشيدة. أكد معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، أكد أن توحيد شركة بترول أبوظبي الوطنية أدنوك الهوية المؤسسية لمجموعة شركائها يتضمن استدامة للموارد ويعزز من تنافسية قطاع الطاقة عالميا ويرسي نظام حوكمة جديدا وفق ثقافة مؤسسية موحدة. وقال في تصريح لوكالة أنباء الإمارات إن أدنوك تمثل قصة نجاح تجمع بين الماضي والحاضر والمستقبل، والتي أرسى دعائمها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان النهيان طيب الله ثراه، حتى أصبحت ضمن أفضل شركات النفط والغاز في العالم. كما وأضاف معاليه أن شركة بترول أبوظبي الوطنية قد عاصرت وأسهمت ودعمت نهضة الدولة، وما زالت إحدى أعمدة اقتصادها ومسيرتها، وعلى مدى أجيال قدمت مساهمة إيجابية ودائمة في نمو وتطور دولة الإمارات. قام معالي الحسين بن إبراهيم الحمادي وزير التربية والتعليم اليوم بزيارة للمركز الرسمي للإفتاء في العاصمة أبوظبي، واطلع على عمل المركز وآلية استقبال الفتاوى والرد عليها من خلال استخدام التقنيات الحديثة التي تمكن الجمهور من التواصل مع المركز والاستفادة من خدماته باعتباره مركزا رسميا ومرجعية شرعية علمية تبرز الوجه المشرق للدين الإسلامي. وقد أثنى معالي الوزير على هذا الإنجاز المقدر والمنهجية المتميزة والمتطورة التي يتبعها المركز في إيصال الكلمة الطيبة والفكر الصحيح المعتدل لكل فرد من أفراد المجتمع، مشيدا برقي التنظيم وسلاسة العمل والحرص على الارتقاء والتطوير وتسخير وسائل الاتصال لخدمة الشأن الديني. كشف مركز محمد بن راشد للفضاء اليوم أجندة الدورة الأولى للحدث العلمي الذي ينظمه المركز تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في 21 من أكتوبر الجاري، كمبادرة علمية موجهة إلى قطاع التعليم بكافة مستوياته والقطاعات المرتبطة بالعلوم والتكنولوجيا في الدولة. وسيتحدث خلال الجلسة الرئيسة سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس مجلس التعليم والموارد البشرية كمتحدث رئيس ضمن الحدث العلمي لمركز محمد بن راشد للفضاء. كما سيشارك في الحدث معالي الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بلهول الفلاسي وزير دولة لشؤون التعليم العالي رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء. وتهدف هذه المبادرة إلى تنمية القدرة الوطنية في مجال علوم وتكنولوجيا وأبحاث الفضاء، إضافة إلى توعية أفراد المجتمع من كافة الفئات العمرية والشرائح بهذه المجالات، بالإضافة إلى القيمة التي تمثلها تلك المجالات كمكونات مهمة في مسيرة البحث العلمي والتطوير في دولة الإمارات، وذلك عبر مجموعة من ورش العمل والنشاطات التفاعلية المتخصصة والمصممة بأسلوب يتناسب مع الفئات والقطاعات المستهدفة وفي مقدمتها قطاع الشباب والنشأ. والآن مشاهدينا نتابع آخر إغلاقات المؤشرات في ختام تعاملات أسهمها في نهاية هذا اليوم.
وكالمعتاد مشاهدينا نلقي نظرة سريعة على آخر درجات الحرارة العظمى والصغرى المسجلة والمتوقعة في دولة الإمارات ليوم غد بمشيئة الله تعالى. وإلى هنا مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام نشرة الأخبار، قدمناها لكم عبر شاشة قناة الظفرة. لكم مني ومن فريق البرنامج أجمل التحيات، في أمان الله. حياكم الله مشاهدينا في حوار المساء. لدينا مكتسبات وإنجازات قيمة، بذل الجميع جهود ضخمة لتحقيقها. لدينا إرث من قيم التماسك والتعاضد والوحدة تركه مؤسسو هذه الدولة وبنى عليه القادة مراحل التطور والتنمية والاستقرار والرفاهية. لدى الجميع اليوم هاجس الحفاظ على هذه المكتسبات والإضافة عليها وديمومة التطور والرخاء للأجيال المقبلة. لذلك فالإنجازات عظيمة ومسؤولية الحفاظ عليها أعظم، ما دون ذلك لا أهمية له. اليوم ناقش هذا الموضوع باستفاضة مع الأستاذ عزان لوتا، المدير التنفيذي للأصالة للتدريب والاستشارات ومحفز ومستشار في مجال الابتكار والاستراتيجية. حياك الله أستاذ الكريم. الله حيك. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم مشاهدين. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بغيت أشكركم على الاستضافة وهذا الموضوع الشيء. أكيد طبعا كل ما يخص الإمارات هو موضوع بالنسبة لنا قريب وقريب من قلب. نحن عندنا تقرير بنروح إن شاء الله برد إن شاء الله. تقرير ونعود مشاهدينا، تابعونا. حققت حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة بتوجيهات ودعم القيادة الرشيدة إنجازات يفخر بها شعب الإمارات وتعزز مكانة الدولة بين أكثر دول العالم تقدماً وفق أرقى مستويات التنمية بما ينسجم وطموحات القيادة الرشيدة لمستقبل الإمارات ومسيرتها لتحقيق رؤية الإمارات 2021. وتعد الحكومة أن ما أنجزت حتى الآن هو نقطة البداية لمستقبل ترتقي فيه الإمارات إلى مراحل أكثر تقدماً في الأداء الاقتصادي والتنموي، وتعتمد لأجل ذلك على آليات دقيقة في متابعة الأداء وتحسين مستويات الإنجاز في مختلف القطاعات، كما تعمل على مواصلة التطوير المستمر للأنظمة وآليات ومنهجيات العمل وفق مفاهيم جديدة في تقديم الخدمات الحكومية، وتعمل على ترسيخ مكانة الدولة المرموقة وتؤكد قدرتها التنافسية وريادتها ومكانتها العالمية في مصاف الدول الأكثر تطوراً وإبداعاً. تجسد الإنجازات التي تحققها دولة الإمارات في مختلف المجالات عاماً بعد عام استقرار ونجاح مسيرة الاتحاد المباركة بالأخذ بكل أسباب التقدم والمزج الرائع بين الأصالة والمعاصرة والحفاظ على التراث والروح والهوية الوطنية واستنهاض همم المواطنين للمشاركة في البناء ومسؤوليات العمل الوطني. أستاذ عزان، عندنا طبعا إنجازات وطنية وإنجازات حضارية، صحيح؟ نعم. زين، شو الفرق بينهم وكيف هم متوازين؟ والله أتكلم طبعا وجهة نظري أنا الشخصية. أكيد طبعا. يعني نعم. أول شيء موضوع الإنجاز، مثل ما تكلمنا أخ عبد الله قبل، بس نظر كلمة الإنجاز. طبعا. تكلمنا تحت الهواء على موضوع السباق الثلاثي، شخص أنجز سباق ثلاثي قدر يخلص تراياثلون، هذا إنجاز. عمل ان الانسان قام بعمل معين. نعم. الفرق من وجهه نظري انا الشخصيه بين العمل وبين الانجاز النيه. أكيد. التخطيط التنفيذ. نعم. زي مره النيه التخطيط والتنفيذ. العمل اي انسان ممكن يقوم به، لكن انجاز انت حطيت في بالك شيء، هدف معين، نيه معينه تبغى تحققها، خططت له. ما في انجاز بالصدفه. اكيد ما في انجاز بالصدفه، هاي قاعده. زين، وقمت تنفذ عليها. الحضاره من وجهه نظري انا الشخصيه هي تراكم الانجازات هذه،
وأحب أميزها من وجهة نظري الشخصية كذلك، أن الحضارة الإنجاز الإنسان عبد الله ينجز لنفسه، ينجز لبيئته، ينجز لمكان عمله، نعم، ينجز لوطنه. لكن الحضارة تصب على ما حولها. صحيح. نقول لك الحضارة الإسلامية، الحضارة الإسلامية باقية. نعم باقية، جزاك الله خير، وأثرها باقي والناس يشهدون له. الحضارة الغربية في الوقت الحالي كيف أثرها، الحضارة يعني خذ الحضارة الأندلسية، الحضارة الهندية كذا، أثرت ما حولها. أكيد. انظر الحضارة في بغداد كيف أثرت على اللي حولها، كيف صبت على اللي حولها. نعم. الإنجازات جميلة تراكمها حضارة. أكيد. طيب أنت ذكرت ثلاثة. نعم. النية، التخطيط، التنفيذ. نعم. متى يدخل الواجب؟ نعم. الواجب للإنجاز. الحين اشرح لي شو تقصد بكلمة الواجب. الآن نحن نتكلم عن الإنجاز، قلنا نحن أنا عندي نية وأخطط ومن عقبها أنفذ. نعم. لكن دولة الإمارات قادتنا وضعوا على أنفسهم الواجب. الواجب. للوصول هذا جزء النية. نعم. هذا جزء النية. جزء. النية. نيته وين يا النية؟ الشعور بالواجب. شعور بالواجب تجاه الوطن، تجاه الناس. أكيد. عندهم يعني. طيب نحن من شو نستخلص شعب الإمارات من هذا الواجب اللي القادة وضعوا على أنفسهم؟ والله نبغى نشرك الشباب والمجتمع معنا إن شاء الله نكون بعدنا نحن جزء من الواجب هذا. نعم. عبد الله، يعني في النهاية أنت يا أخي وين ما تكون تمثل الدولة هذه، سواء داخلها أو خارجها، يعني بسلوكك أنت تمثل هالدولة. البيئة اللي نحن الحمد لله رب العالمين، البيئة اللي نحن فيها هذه نعمة. البيئة الطموح يا أخي، أنت تعال في بيئات دول تصير فيها تقول لهم يا جماعة أبغى أسوي مشروع، أبغى أسوي كذا، يا يحبطونك، شو تبغى المشروع؟ نعم. ما يصير هنا، يصير لك بلاد ثانية، هاجر كذا. أنت عايش في 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 بيئة تشجعك على هالشيء، من واجبك أنك تشاركها. هذا بحد ذاته إنجاز. كل إنجاز طبعا. خلط البيئة هذه. نعم. مش صدفة. ليس بالأمر السهل. نعم. ليس بالأمر. طب إنجازات وطنية، إنجازات حضارية أيضا. كيف استطاعت دولة الإمارات أن توظف الوعي ونوعين الإنجازات هذيلا لبناء هذه الدولة الفتية؟ جزاك الله خير. نبتدي مثل ما تفضلت انت شيوخنا ومؤسسين دولتنا الله يرحمهم، يعني يوم اسسوا كانت عندهم رؤيه، بداوا يعني تعرف انت، ارجع للصور، ارجع لكذا، شوف بدايات الدوله، شوف المناطق الصحراويه كيف مكتسحه الدنيا، شوف كذا. بداوا بالرؤيه، اول شيء ان الاتحاد رؤيه، الاتحاد له هدف، الاتحاد في حد ذاته انجاز، ان هالاطراف كلها يت على قلب واحد، على نيه واحده، هذا اول شيء. ثاني شيء الطموح، كان يبغون شيء افضل للشعب. ثالث شيء التعليم، والشيخ زايد الله يرحمه يغفر له، حتى يعني باب تعليم النساء كم هو شخصيا اصر على الموقف. نعم. وتابع لانه يبني امه. نعم يبني، والله احسنت. لا صدق يعني يبني امه، يعني انت ما كيف تبني امه، كيف تنجز، كيف تاسس دوله من غير مكونات هذه يعني. طيب واضيف عليها عبد الله النقطه الاخيره، الحضاره، خذ منها كلمه حضاره. نعم. كم استوعبت هالبلاد من خبرات، كم استوعبت من ناس، كم استوعبت من عقول، كم يعني مستشارين، منفذين، مهندسين، بنايين، كم حضره لهالبلد. ارجع لاي حضاره تاريخيه ما قامت في حد ذاتها، ما قامت مستقله منقطع عن الناس. طبعًا. بالعكس الانقطاع يقتل. اكيد. فحضر عليه الناس قامت. نعم. يعني جذبت الثقافات. نعم. وتوحدت الثقافات. نعم. وطلعت هذه الدوله. نعم. زين نحن نتكلم في بعض الناس كانوا يتكلمون يقولون انه الامارات يحلمون وايد. نعم. زين. نعم. نحن نراها رؤيه. نعم. ليش نسميها نحن رؤيه؟ ما نقول. نعم. نحن قاعدين نحلم. الحلم يتحقق. نعم. وحقيقة الحلم يوم يتحقق إذن هو رؤية. أصبح صحيح. نعم. شو نقوله مايل؟ والله أنا في محاضرتي في الاستراتيجية الشخصية أتكلم أقول لهم الفرق بين الحلم وبين الهدف هذه. نعم. أول خطوة. أنت يا أخي جالس وتقول يا أخي أتمنى يكون عندي، أتمنى كذا، يا استحلم. صحيح. لكن حولت الحلم، خذ أول خطوة، بديت أنت حولته من حلم إلى هدف. أحلام وايد وجميلة وتحفز ويعني تحييك. لكن لحظة تحويله لهدف معناته أنت سعيد فيه. أكيد. بديت أول خطوة. على سبيل نفس على نفس الشاكلة الأفكار. نعم. كثير من الناس. نعم. 100 شخص عندهم أفكار، 70% منهم بعدهم يفكروا الفكرة موجودة. نعم. ما تحركوا. نعم. و20% جالسين يفكرون كيف نطبقها. نعم. وبتحصل آخر شيء 10% ما
ماشين صح والباقي ورا زين طب الان اتفضل. على هالكلام كم من مره تجلس ويا شخص يقول لك يا اخي صدق هذا كانت عندي الفكره من قبل، اقول له جميل، هل عندك الحين فكره تخاف ان حد يطبقها؟ تصير الحين تطبقها اكيد صح. لا تسمك على طبعا شكل وعي. شكل وعي. طيب هناك ايضا من يقول بان الامارات بلد غني عنده ثروات، فمن الطبيعي ان تكون منجزاته وانجازاته سهله. هذا كلام عادي، نحن نوصل شوي الى لا عقلانيه ومثل الكلام اللي قلنا نتكلم عنه شويه. زين شو هالجانب، شو الرد عليه؟ زين اول شيء ننظر له ان تاريخنا نحن مصور وموجود الحمد لله. اللي يقول البلاد اساسها كان غني، لا، اساس البلاد كان مدعوم من دوله الكويت. رجع للتاريخ، ما حضرت كلمه للشيخ محمد بن راشد الله يطول بعمره في اليوم الوطني الا وذكرهم بالخير، الا بشكر. يا اخي بعد الانسان يذكر المعروف طبعا، يعني كم اسسوا في التعليم، كم اسسوا في الدوله من مستشفيات كذا. فنحن ارجع للتاريخ، ما كانت بدايتنا مثلا، يعني تعرف لنقل لدينا الثروه ولكن بعطيك فلوس جميل. شو بسوي؟ هي صح. هذه النقطه الثانيه، النقطه الاولى يا عبد الله، هل عيب اذا الله اعطاك نعمه انك تنتفع فيها؟ تخيل انا صرت الحين عند سين بولت العداء، قلت والله انا ما اعتبرك انك بطل عشان الله نعم عليك بجينات. نعم. هذا ما يغني. لا طبعا. صح. اللي حطه في الموضوع الاجتهاد. هذا انا احبه والله سين بولت. نعم. احبه سين بولت. تحبه ما شاء الله على اساس منجز. طبعا. منجز يعني تعرف الله اعطاه جينات فعلا انعم عليه. استثمرها. يا اخي استثمرها. نعم. جزاك الله خير. فنحن الله سبحانه وتعالى اعطانا نعم الحمد لله. هل استثمرها؟ نعم. النقطة الثالثة يا عبد الله ان في دول وفي ناس الله انعم عليهم ما استثمروها. ما طلعوا بانجازات، ما طلعوا هذا كذا. يا يعني تعرف أكيد. فكون ان حد ينتقص يقول والله انتم الله اعطاكم كذا فاستخدمتوا، نعم الله اعطانا اشياء استخدمناها الحمد لله. تفرق كثير بعد في ان مثلا يعني المغفور له باذن الله الشيخ زايد الله يرحمه. كل شخص او كل حاكم هو خليفه الله في الارض. نعم. صحيح ولا لا؟ زين الشيخ زايد الله يرحمه اعتبر نفسه هذا الخليفه واخذ على عاتقه الناس. نعم. واخذ على عاتقه نفسه. صح. نعم. هو بنى حق منه؟ حق الناس. صح. الشعب الحين حكامنا موجودين الله يحفظهم يا رب. صح. ان شاء الله شو قاعد شو يسوون؟ يقول لك 50 سنه والمئويه، هل حد منا نحن باجي لهذا الوقت؟ لا الله اعلم. والله طول الله اعلم سبحان الله. طبعا الله طول بعمر الجميع، ولكن الهدف هو شو؟ الانسانيه اللي هي مردها لله سبحانه وتعالى. وبالتالي من يروج لان الثروه موجوده، نعم لدي ثروه الحمد لله، وفي ناس كثيرا ولدوا مثل ما يقول خاشوق ذهب ولكن ما يسوون شيء في الحياه ولا لهم اي اثر في هذه الحياه. وفي ناس عندهم ثروات بددوها. نعم. كانت عندهم ثروات وبددوها، ما فكروا على قدام. يعني انت الحين انا لسه ابغى احسب الحين 2071 رؤيه 2071 فكرت فيها مثل ما قلت اخ عبد الله، الله يطول بعمر منو اللي بيكون باجي؟ هذا اول نقطه. ثاني شيء لسه اقول اوكي، هذه لعيالي ولا عيال عيالي ولا عيال عيالي؟ يعني هذه رؤيه تعرف انت ياس فكر فيها في اجيال. طبعا اكيد تعرف يعني انت تكلمت عن باب الواجب، هذا واجب، هذا هو، ومبنيه على خبره. نعم. طبعا مش نعم. مش سهله طبعا. نعم. زين كيف ان احنا نحافظ على الانجازات سواء الوطنيه او الحضاريه؟ الحمد ان نحمد الله سبحانه وتعالى. نعم. على النعم العظيم عاصم زايد الله يرحمه. نعم. هي الله يرحمه. ونقدرها، نقدر النعم اللي عندنا نحن في نهايه الاشياء اللي ما تقدرها. حتى صحتك انت كانسان ما قدرت صحتك اهملتها راحت. نفس الشيء انجازاتك انت اهتم بها، قدرها. انجازات الدوله اهتموا بقدرها. في ناس يقول لك يا اخي انتم تسوون تعيدون انجازاتكم تكررونها كذا، نبغي نفرح فيها، نبغي نفرح من انجازاتنا ونبغي نضرب مثل ونأكد عليها ونذكر بها. نأكد عليها ونضرب مثل اخ عبد الله، يعني انت انجازاتك تشجع غيرك. طبعا نهوض دولتنا نحن مرينا بازمه اقتصاديه، يا اخي العالم كله مر بازمه اقتصاديه، في ناس شمتوا فينا. واحد صحفي غير مواطن تكلم قال يا جماعه انجازات دوله الامارات او يعني كانت من الدول اللي علمتنا نقدر نستثمر داخليا. صحيح. صحيح. مش استثمار في الخارج يشوفون مشاريع في الخارج كذا، استثمرنا في الدوله، بنينا بنية أساسية. طال عمرك أيام ما صارت المشكلة أو النكسة العالمية. نعم. عالمية كانت. عالمية. نعم. الناس كلهم يو الإمارات. الحمد لله. بعد إحنا ما خسرنا، نحن الحمد لله كسبنا، استمرت وكسبنا، بقت الإمارات هي اللي كسبانة الحمد لله رب العالمين. زين أنت أيضا لابد على الشباب أنهم يقيمون. نعم. هذه الإنجازات. نعم. تقييم الإنجازات من خلال شو؟ من خلال هذه الاحتفالات. نعم. اللي أنت تكلمت عنها، من خلال أيضا الوعي الدائم بأن هذه منجزات لابد أنها تستمر. طيب الله. اللي يشوه الإنجازات برأيك ويعني مثل ما قلت يجب علينا أن نخلق. نعم. احتفالات أخرى. نعم. بالإنجازات الجديدة. نعم. كتشويه الإنجازات نأخذها على مستوى الفرد، خلك مستوى الدولة. الشخص ما شاء الله الله كتب له أنه ينجز وقدر يسوي وقدر كذا، إنجازات متى تروح لذته؟ إذا الشخص تكبر،
ونفس الشيء الشعب، إذا الشعب تكبر معناته وصل مرحلة ما فيها استمرارية. التكبر بداية السقوط. صحيح، تكبر بداية السقوط. نعم. كم من أمة وصلت مرحلة حست أنها واصلة ارتاحت وهذا كذا، وفجأة بين يوم وليلة لقت الناس كلهم معدين عليهم. الله يسترنا إن شاء الله يا رب. نحن نرى دائما في عيون قادتنا دائما الخوف والخشوع، والحمد لله سبحانه وتعالى وعملهم الدائم من أجل الوطن، ليس فقط دولة الإمارات وإنما كافة الأوطان. لا يضربون على عربي أو عجمي، الاثنين عندهم سواء، من فيه حاجة تتقدم دولة الإمارات الحمد لله بكل عزم. أستاذ عزان، كان ودك توجه رسالة يمكن في نهاية اللقاء أو تقول كلمة في نهاية اللقاء؟ كلمة في نهاية اللقاء لي قبل ما تكون لك عبد الله والمشاهدين. الإنجاز لذيذ. نعم. الإنجاز يسبب الإدمان. خل عندك النية، خل عندك التخطيط ونفذ. الله وفقكم أجمعين. مستمتع بالإنجاز؟ مستمتع أكيد. نعم، رحمة من الله. الحمد لله. الله يحفظك. شكرا لك. الله وفقكم أجمعين إن شاء الله. الله يسلمك. شكرا لك على تواجدك معنا اليوم. نتمنى إن شاء الله نكون نحن وصلنا رسائل عبر هذا الحوار، وأكيد طبعا دولة الإمارات دائما تفتح الأبواب في كافة المجالات. شكرا لك عزان. الله وفقك. الله يحفظك. مشاهدينا، كل الشكر للأستاذ عزان لوتاه المدير التنفيذي للأصالة للتدريب والاستشارة ومحفز ومستشار في مجال الابتكار والاستراتيجية. فاصل ورادين مع مساء الإمارات. تحية لكم من جديد مشاهدينا، ومواقع التواصل الاجتماعي تظهر أمامكم على الشاشة وتقدرون من خلالها التواصل ويانا ومتابعة كل ما يعرض على شاشتنا. ترأس صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله اجتماع مجلس الوزراء بقصر الرئاسة في العاصمة أبوظبي، وحول هذا الموضوع أطلق سموه عدد من التغريدات على صفحته في تويتر وقال سموه: ترأست اليوم اجتماع لمجلس الوزراء بقصر الرئاسة بأبوظبي، اعتمدنا خلاله استراتيجية الدولة للاتصال الحكومي حتى عام 2021. كل التوفيق لكم يا رب. أكيد يا رب إن شاء الله. أوضح سموه أيضا في تغريدة أخرى استراتيجية الاتصال الحكومي، وقال: استراتيجية الاتصال هدفها تعزيز الشفافية وترسيخ الابتكار في التواصل ودعم رؤية 2021 وصناعة قنوات متجددة للتواصل بين مؤسسات الحكومة والناس. وتابع سموه مغردا عن اجتماع مجلس الوزراء اليوم وقال: كما اعتمدنا اليوم إعادة تشكيل مجلس القوة الناعمة لدولة الإمارات برئاسة أخي الشيخ منصور بن زايد وعضوية مجموعة من الوزراء والمسؤولين بالدولة. صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تحدث في تغريدة أخرى عن مخرجات الاجتماع وقال: اعتمدنا أيضا تعديل لائحة برنامج الشيخ زايد للإسكان لضمان حصول الجميع على مسكن كريم خلال وقت قصير وبمواصفات تناسب طبيعة حياة الأسر المواطنة. أيضا صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم اختتم تغريداته عن جلسة مجلس الوزراء لليوم وقال: اعتمدنا خلال الجلسة مشروع تطوير مراكز التعليم المستمر مهنيا وأكاديميا، هدفنا تعليم مستدام ومتنوع وملبي لمتطلبات الخطط المستقبلية للتنمية. أكيد مشاهدينا نبقى في تويتر ونروح إلى صفحة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، واللي بارك في تغريدة له اليوم توحيد الهوية المؤسسية لشركات أدنوك، وقال: توحيد الهوية المؤسسية لشركات أدنوك خطوة مباركة تمكن كبرى شركاتنا الوطنية من تفعيل مكامن قوتها لتدعم توجهاتها نحو الريادة والتنافسية. وتابع سموه تغريداته قال: برؤية وهوية موحدة نضفي مزيدا من التكاملية والفعالية في أداء مؤسساتنا لتشكل المحرك لتعزيز دورها التنموي والوطني وترسيخ موقعها العالمي. صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان قال أيضا في أحد تغريداته عن النجاح للمؤسسات: النجاح حليف المؤسسات المرنة اللي تواكب العصر وتستشرف المستقبل وتوظف إمكاناتها ومواردها البشرية بالشكل الأمثل أداء وإنتاجية. نروح معكم إلى عناوين الصحف الصادرة اليوم الأحد بداية الأسبوع. في الاتحاد نقرأ: رسوم مخفضة على استخدام وتشغيل العمالة الماهرة وانتقالها إلى منشأة أخرى وتطبيق نظام جديد لتصنيف المنشآت ديسمبر المقبل. ونطالع في الإمارات اليوم: مرور دبي تضبط 12 مراهق يقودون مركبات ذويهم أمام المدارس هذه مشكلة والله، هذه والله هاي مأساة، وتحيلهم إلى طبعا الجهات المختصة وتحجز السيارات شهرين. يعني هذه الرغبة البسيطة في أسبوع اللي طاف مسكوهم في رأس الخيمة. نعم. سووا لهم كمين وأكثر من 92 سيارة
والحين في دبي فتحضروا في كل الامارات يا شبابنا. الموضوع مو بهين لان انت عندك مدرسه في اطفال فيها في ناس في حركه كبيره من المشاة. وخلاص يعني الحين ما بقى لكم شيء يعني اللي يسوق السياره اكيد عمرهم 16 17 18 ما بقى لكم شيء اصبروا شوي وان شاء الله موفقين وتاخذون الليسن. عبد الله كان يسوق سياره بدون ليسن. في البيان طالع وزاره الصحه تحذر من ارتداء الزي الطبي خارج المنشات الصحيه. وأخيرا نطالع في الخليج ضبط عصابة احتالت على أشخاص بشراء سياراتهم. أنا أقول سيارتي ما حد يشتريها للحين ليش؟ انطلقت يوم أمس السبت في العاصمة أبوظبي مسابقة المهارات العالمية أبوظبي 2017 وتعتبر هذه المسابقة مناسبة مميزة للاحتفاء بالمهارات المهنية وإبراز الاهتمام التي تحظى بها هذه المهارات في دولة الإمارات العربية المتحدة. الزميلة عذار السعدي معها التفاصيل في هذا التقرير. متواجدين اليوم في المؤتمر الصحفي الخاص الذي يعلن عن انطلاق مسابقة المهارات العالمية في العاصمة أبوظبي. خلكم ويانا. تحت الرعاية الكريمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بدولة الإمارات حفظه الله، انطلقت مسابقة المهارات العالمية أبوظبي 2017 رسميا يوم السبت في مركز أبوظبي الوطني للمعارض. طبعا الحدث الكبير هذا اللي هو مسابقة المهارات العالمية يجمع بين 77 دولة متسابقين في مهارات مختلفة، 51 مهارة في مدينة أبوظبي. طبعا هذه الدورة 44 للمسابقة العالمية هذه. اليوم طبعا بيكون حفل الافتتاح في الدو أرينا إن شاء الله، أو من تاريخ 15 إلى تاريخ 18 اللي هي أيام المسابقة، اليوم الأول إلى اليوم الرابع، وفي تاريخ إن شاء الله 19 بيكون حفل الختام. بتطلع النتائج إن شاء الله ومتأملين خير في فريق دولة الإمارات. يعني الحمد لله فريق دولة الإمارات استوى أكبر، نشارك في 32 فئة بعدد 34 متسابق في مختلف المهارات، في عنا إناث وذكور. التدريب إن شاء الله يعني على التدريب اللي قاموا فيه الطلاب اللي يشكلون فريق دولة الإمارات إن شاء الله بيكون لنا إنجاز كبير في حصول بعض الميداليات إن شاء الله في الدورة هذه. تستقطب مسابقة المهارات العالمية في أبوظبي أكثر من 1300 مشارك من مختلف دول أنحاء العالم. عذار السعدي لقناة الظفرة أبوظبي. مشاهدينا، نظم متحف العين الوطني ودائرة الثقافة والسياحة أبوظبي فعالية رحلة عبر عاداتنا لجميع فئات المجتمع بهدف تعريف الجمهور من مواطنين مقيمين وزوار على بعض العادات والتقاليد المتبعة في مجتمع دولة الإمارات العربية المتحدة، ذلك من خلال التركيز على المخزون التراثي لها. وقد قام المتحف يوم أمس بتعريف الزوار على الكناز، وتعني باللهجة المحلية حفظ التمور بعد تجفيفها. الزميل عبد الله المصعبي مزيد من التفاصيل في هذا التقرير. نظم متحف العين الوطني ضمن أجندته السنوية رحلة عبر عاداتنا، حيث يستقبل فيه الزوار الكرام ويأخذهم في رحلة عبر واحات العين لاطلاعهم على أنواع النخيل وموسم حصاده وكيفية تخزين التمور. المزيد من التفاصيل في هذا التقرير. تم تعريف الزوار اليوم عن واحة العين. أنا تعد واحة العين أكبر واحة موجودة في مدينة العين، وتبلغ مساحتها 1200 هكتار وفيها ما يقارب أكثر من 550 مزرعة،
ويوجد داخل واحة العين أكثر من 147 ألف نخلة متوزعة على 550 مزرعة، ويعد أول موقع تراثي مسجل لدى قائمة اليونسكو للتراث العالمي المحافظة على التراث، ويوجد فيها أقدم نظام مري عرفه الإنسان وتم اكتشافه أيضا عن طريق الإنسان، ويبلغ عمر هذا النظام ما يقارب 3000 سنة. طبعا رحلة اليوم كانت هي بأن تعريف السياح على مراحل الكناز. طبعا الكناز كان يبدأ أساسا من واحات العين، بدأ في مزرعة، طبعا تم شرح للناس كيف عملية يتم قطف الجذوع النخل، وكان عن طريق الشخص المتعارف عليه محليا بالبيدار أنه يقوم بقطع العذوج وتنظيف النخل، بعد ذلك يتم إفرازه مثل ما شاركنا الجمهور اليوم على مراحل عدة، بحيث أن يتم إفراز التمر، بعد ذلك يتم غسيله، بعد الغسيل يتم بعد ذلك عملية يعني الكناز أو بما يسمى بدعك التمر، وبعد ذلك بعد ما يتم دعكه توزيعه. طبعا الجمهور صراحة كان جدا متفاعل ويانا واستانسوا من ناحية هالفكرة، وأن عرفناهم على المصطلحات أساسا ما كان عندهم خلفية عنها. وطبعا مثل هالأمور، هاي الأمور تعد أمور تراثية، أنا لازم تكون لها يعني توعية على المجتمع كامل، لأن كانوا في الماضي اعتماد كلي على النخل. رحلة عبر العادات تعود في موسمها الثاني، ابتديناها طبعا الموسم بفعالية الكناز، وهي جزء رئيسي من العادات والتقاليد المتبعة في دولة الإمارات. طبعا الكناز أكيد يتبع موسم الإيداد، بعد ما نيد النخل أكيد لازم نحفظ كل هالتمور، وهاي العملية تسمى عملية الكناز. طبعا اليوم بعد ما سألنا الزوار اللي كانوا معانا هل استمتعتوا بالرحلة، قالوا إيه أكيد، لأن نحن ما كنا نعرف أصلاً هالتمر وين يروح، فعملية الكناز أكيد وضحت لهم أن كل التمور اللي من هالنخيل تتوجه إلى حاويات وتم حفظها للمواسم الثانية عشان نستخدمها مثلاً في المواسم الأخرى. عملية التخزين ما كانوا يعرفون كيف تصير عملية التخزين، أو بعد ما يقصون العذوق وين يودونها، فعلمناهم كل الخطوات من قص العذوق إلى عملية تخزينها. من ليس له ماضي ليس له حاضر ولا مستقبل، بهذه الحكمة من المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثرى، نختتم وياكم مشاهدين الكرام رحلة عبر عادتنا، وما استعرضناه عبر هذه الرحلة من واحات العين إلى أسلوب جني التمر وتخزينه. لقناة الظفرة عبد الله المصعبي العين. يعطيكم العافية شباب، ما شاء الله تقرير جميل. الله يعافيك. الله يحفظك يا رب. أهم شيء التمر، أنت شكلك تبى التمر. أي والله بلا تمر صراحة. أشوفك أنا دائما يعني آخر تقرير لازم يكون أكل، ما أعرف ليش يعني قصدكم نروح نتعشى من هنا. ألف عافية عليكم مشاهدينا، وصلنا معكم بهذا التقرير إلى ختام حلقتنا، نلقاكم على خير باكر في نفس الموعد، منا لكم أجمل تحية. ما راح أقول لكم تصبحون على خير، لأن راح نترككم عقب وياكم ويا سعيد. وياكم مع سعيد أكيد مشاهديكم، يأتيكم بعد طبعا برنامجنا، وإن شاء الله نحن نشوفكم باكر في أمان الرحمن.